جديد نجوم حفل ينجمع. تقدم كل شيء في سبيل الحب. بتوين أبو ظبي ودبي. اسمها نادين. ندري. بلش اسمه بالأم. أنتوني في شيء جديد عم تحضره؟ في شيء هيك عم بينطبق؟ صح هذايا. عم بحضر هلا منزل غنية جديدة فرنساوي عربي سون بعد شهر تقريبا. كمان فيها شوي من شومي هيدبكي، فيها هيدا الخلطة بين الفرنساوي والعربي، وفيها مقطع كمان هيك عربي كتير. وفي حدا معي على الغنية هو كان فاينلست بذا فويس بفرنسا ويوتيوبر كبير، وبرجع بخبركم مين بعدين. مين؟ بلش اسمه بالأم. بالأم نمر اسمه حذرته؟ أنا ما حذرت. وبكده بيكون أنتوني توما كشف عن أغنيته الجديدة اللي هتحمل عنوان حبيبي يا ليل، وهينزلها في أول شهر إبريل. مع بيير خضرة؟ لا بستمنى مع بيير خضرة. هلأ بيير خضرة مشغول كتير، بعد ما قررنا مع مين حنصور honestly. عم نجرب نشوف عنا كذا فكرة كليب، بدنا نقي أي واحدة بدنا نصور، وحسب شو الفكرة نقيناها بيكون المخرج هو عم يصور. وأنتوني مش الوحيد اللي كشف لنا عن جديد، كمان السيناريست تامر حبيب اللي بيكتب مسلسل جديد هينعرض على منصة شاهد مكون من 8 حلقات هينعرض بعد شهر رمضان. عندي مسلسل بقى رمضان، مش السنة دي، رمضان اللي جاي بإذن الله. مسلسل رمضان اللي جاي بطولة مين هيكون؟ لا يعني لسه ما استقرناش على الأبطال قوي، بس هو أحداثه كلها بتحصل في الإمارات. في الإمارات في دبي، يعني نفهم إن التصوير هيصير بدبي؟ إن شاء الله بإذن الله، بين بتوين أبو ظبي ودبي. وفي الوقت اللي تامر مشغول بالكتابة لرمضان 2023، أمينة خليل مفرغة كل وقتها لمسلسل العائدون اللي بتشارك فيه أمير كرارة البطولة. احكي لنا شوية تفاصيل عن الدور. اسمها نادين، هي بتشتغل شغلانة معينة هنعرف هي ايه، هسيب لكم الموضوع ده مفاجأة. وبس مش هقول لكم اكتر من كده، لو قلت اي حاجة هبوظ المفاجأة. I will leave it there. طب مع ولا ضد داعش هتكون؟ لا مش هقول لكم برضه. انت كنت هتقولي على طرف لسانك. كنت هقول لا مش هقول، لا لا مش هقول. بس ميساء مغربي ادتنا تفاصيل اكتر على دورها في مسلسل ادم وحواء اللي هينافس في السباق الرمضاني 2022. بيان شخصية نايف، نايف كثير، تقدم كل شيء في سبيل الحب، وفي عندها نقطة تحول برضو بسبب الحب. أما ديما الهندي فانتهت من تصوير مسلسل بيوت من ورق، ومن المفترض عرضه قبل السباق الرمضان، بس لحد دلوقتي ما تمش الإعلان عن موعد عرضه. والله ما عندي فكرة، أنا اللي بعرفه أنه كان المفروض أوف سيزن وبشهر واحد هلأ، بس كونه أنه تأخرنا بتعرف ظروف لبنان وبرد وكورونا وإلى آخره، فأكيد تأخروا يمكن مشان هيك، بس لسه هلأ ما عندي أي فكرة، لا إمتى ولا وين ولا ليش ولا كيف، خبرك بابا. المشكلة كل ما عم بقابل حدا من نجوم العمل من أبطال العمل نفس الجواب، عم بقول إنه ما عندنا فكرة، لأنه فعلا ما عندنا فكرة. ما يعني بين بعد ما بتسألوا إنه ما ندري، لا ندري وين المسلسل، ما ندري. أما في السينما فأحمد حاتم بيحضر لفيلم سينمائي جديد. بحضر فيلم جديد مش عايز أقول تفاصيل عنه، بس هو فيلم بالنسبة لي مهم جدا، ومش كتير بتلاقي فيلم بالتركيبة دي. كاتبه حد كان نفسه يشتغل معايا جدا، وان شاء الله هنعلن عنه يعني، بس ارجع كده ونعلن عنه كلنا. اعطينا هيك شويه تيزر لقيتيه بالعربي، شيء حصري. ايوه قوي قلبك، قوي قلبك يا احمد. لا عادي والله، هو لا ما يعني اقول لك ايه عنه يعني، يعني اعطينا تفاصيل دورك مين. كتابه صلاح الجهيني بس.